حقيقة وفاة يحيى الفخراني متأثرا بأزمة قلبية. حقيقة وفاة الفنان المصري يحيى الفخراني. السلام عليكم. لطفا قبل أن نبدأ، لا تنسوا أن تعطروا فمكم بالصلاة على النبي، ولا تنسوا أن تضغطوا لايك واشتراك في القناة وتفعلوا زر الجرس. حقيقة وفاة يحيى الفخراني متأثرا بأزمة قلبية. نفى الفنان أشرف زكي نقيب المهنة التمثيلية في مصر صحة كل الأخبار التي تم تداولها خلال الساعات الماضية حول وفاة الفنان يحيى الفخراني متأثرا بأزمة قلبية حادة، وأكد زكي أن الفخراني بخير وبصحة جيدة ولا أساس لهذه الأقاويل من الصحة. وتصدت نقابة المهنة التمثيلية سريعا للشائعات المنتشرة طوال الليل حول تعرض الفنان يحيى الفخراني لأزمة قلبية حادة أدت إلى وفاته، وأكدت أن هذا الخبر كاذب جملة وتفصيلا. كما نفت الدكتورة لميس جابر زوجة الفخراني صحة هذه الشائعات، وأكدت أن الفنان المصري بخير وليعاني من أي متاعب صحية، ورافقها في زيارة عائلية مؤخرا بمناسبة الاحتفالات بعيد الفطر. وغاب الفنان يحيى الفخراني عن الموسم الرمضاني لعام 2022 بعدما شارك العام الماضي بمسلسل نجيب زاهي زرقاش، وكان آخر ظهور للفنان يحيى الفخراني خلال مشاركته بتعليق صوتي على فيلم تنزيلي بعنوان من كل بيت مصري، الذي يتحدث عن الشهداء وتضحياتهم، وذلك ضمن احتفالية يوم الشهيد التي أقيمت في مارس الماضي تحت رعاية الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ضمن فعالية الندوة التثقيفية 35 بمناسبة احتفال القوات المسلحة بيوم الشهيد والمحارب القديم، وبمشاركة عدد من المبدعين والنجوم منهم سيد رجب وخالد الصاوي وعلي الحجار. حقيقة وفاة الفنان المصري يحيى الفخراني. كشفت أسرة الفنان المصري يحيى الفخراني حقيقة وفاته بعد تداول أنباء حول ذلك. وحسب ما أفاد موقع صحيفة الوفد أن الفخراني بصحة جيدة نافية كل ما يثار من شائعات بخصوص حالته الصحية. يذكر أن آخر مسلسل قدمه يحيى الفخراني نجيب زاهي زركشة وحقق نجاحا كبيرا، وشارك في بطولته مجموعة كبيرة من نجوم الفن أبرزهم أنشوكا ورنا رئيس ونهى عبدين وكريم عفيف وإسلام إبراهيم ومحمد محمود ومحمد يسري وتميم عبد ومحمد الصاوي وفتوح أحمد، والعمل من تأليف عبد الرحيم كمال وإخراج شادي الفخراني. حقيقة وفاة يحيى الفخراني متأثرا بأزمة قلبية. نفى الفنان أشرف زكي نقيب المهنة التمثيلية في مصر صحة كل الأخبار التي تم تداولها خلال الساعات الماضية حول وفاة الفنان يحيى الفخراني متأثرا بأزمة قلبية حادة، وأكد زكي أن الفخراني بخير وبصحة جيدة ولا أساس لهذه الأقاويل من الصحة. وتصدت نقابة المهنة التمثيلية سريعا للشائعات المنتشرة طوال الليل حول تعرض الفنان يحيى الفخراني لأزمة قلبية حادة أدت إلى وفاته، وأكدت أن هذا الخبر كاذب جملة وتفصيلا. كما نفت الدكتورة لميس جابر زوجة الفخراني صحة هذه الشائعات، وأكدت أن الفنان المصري بخير وليعاني من أي متاعب صحية، ورافقها في زيارة عائلية مؤخرا بمناسبة الاحتفالات بعيد الفطر. وغاب الفنان يحيى الفخراني عن الموسم الرمضاني لعام 2022 بعدما شارك العام الماضي بمسلسل نجيب زاهي زرقاش، وكان آخر ظهور للفنان يحيى الفخراني خلال مشاركته بتعليق صوتي على فيلم تنزيلي بعنوان من كل بيت مصري، الذي يتحدث عن الشهداء وتضحياتهم، وذلك ضمن احتفالية يوم الشهيد التي أقيمت في مارس الماضي تحت رعاية الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ضمن فعالية الندوة التثقيفية 35 بمناسبة احتفال القوات المسلحة بيوم الشهيد والمحارب القديم، وبمشاركة عدد من المبدعين والنجوم منهم سيد رجب وخالد الصاوي وعلي الحجار. حقيقة وفاة الفنان المصري يحيى الفخراني. كشفت أسرة الفنان المصري يحيى الفخراني حقيقة وفاته بعد تداول أنباء حول ذلك. وحسب ما أفاد موقع صحيفة الوفد أن الفخراني بصحة جيدة نافية كل ما يثار من شائعات بخصوص حالته الصحية. يذكر أن آخر مسلسل قدمه يحيى الفخراني نجيب زاهي زركشة وحقق نجاحا كبيرا، وشارك في بطولته مجموعة كبيرة من نجوم الفن أبرزهم أنشوكا ورنا رئيس ونهى عبدين وكريم عفيف وإسلام إبراهيم ومحمد محمود ومحمد يسري وتميم عبد ومحمد الصاوي وفتوح أحمد، والعمل من تأليف عبد الرحيم كمال وإخراج شادي الفخراني. والآن أعزائي المشاهدين، أعتقد أننا وصلنا إلى نهاية الحلقة، ولكن قبل أن ننهي حديثي سأطرح عليكم سؤال وأتمنى منكم المشاركة بأرائكم في التعليقات. حقيقة وفاة يحيى الفخراني متأثرا بأزمة قلبية. نفى الفنان أشرف زكي نقيب المهنة التمثيلية في مصر صحة كل الأخبار التي تم تداولها خلال الساعات الماضية
حول وفاة الفنان يحيى الفخراني متأثرا بأزمة قلبية حادة، وأكد زكي أن الفخراني بخير وبصحة جيدة ولا أساس لهذه الأقاويل من الصحة. وتصدت نقابة المهنة التمثيلية سريعا للشائعات المنتشرة طوال الليل حول تعرض الفنان يحيى الفخراني لأزمة قلبية حادة أدت إلى وفاته، وأكدت أن هذا الخبر كاذب جملة وتفصيلا. كما نفت الدكتورة لميس جابر زوجة الفخراني صحة هذه الشائعات، وأكدت أن الفنان المصري بخير وليعاني من أي متاعب صحية، ورافقها في زيارة عائلية مؤخرا بمناسبة الاحتفالات بعيد الفطر. وغاب الفنان يحيى الفخراني عن الموسم الرمضاني لعام 2022 بعدما شارك العام الماضي بمسلسل نجيب زاهي زرقاش، وكان آخر ظهور للفنان يحيى الفخراني خلال مشاركته بتعليق صوتي على فيلم تنزيلي بعنوان من كل بيت مصري، الذي يتحدث عن الشهداء وتضحياتهم، وذلك ضمن احتفالية يوم الشهيد التي أقيمت في مارس الماضي تحت رعاية الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ضمن فعالية الندوة الثقافية 35 بمناسبة احتفال القوات المسلحة بيوم الشهيد والمحارب القديم، وبمشاركة عدد من المبدعين والنجوم منهم سيد رجب وخالد الصاوي وعلي الحجار. حقيقة وفاة الفنان المصري يحيى الفخراني. كشفت أسرة الفنان المصري يحيى الفخراني حقيقة وفاته بعد تداول أنباء حول ذلك، وحسب ما أفاد موقع صحيفة الوفد أن الفخراني بصحة جيدة نافية كل ما يثار من شائعات بخصوص حالته الصحية. يذكر أن آخر مسلسل قدمه يحيى الفخراني نجيب زاهي زركشة وحقق نجاحا كبيرا، وشارك في بطولة مجموعة كبيرة من نجوم الفن أبرزهم أنشوكا ورنا رئيس ونهى عبدين وكريم عفيف وإسلام إبراهيم ومحمد محمود ومحمد يسري وتميم عبدو ومحمد الصاوي وفتوح أحمد، والعمل من تأليف عبد الرحيم كمال وإخراج شادي الفخراني. والآن أعزائي المشاهدين، أعتقدوا أننا وصلنا إلى نهاية الحلقة، ولكن قبل أن ننهي حديثي سأطرح عليكم سؤال وأتمنى منكم المشاركة بأرائكم في التعليقات. والآن أعزائي المشاهدين، أعتقدوا أننا وصلنا إلى نهاية الحلقة، ولكن قبل أن ننهي حديثي سأطرح عليكم سؤال وأتمنى منكم المشاركة بأرائكم في التعليقات. ما هي حقيقة وفاة الفنان يحيى الفخراني؟ لا تنسوا أن تشاركوا بأرائكم في التعليقات، ولا تنسوا أن تضغطوا لايك أسفل الفيديو من أجل دعمنا. وفي النهاية أتمنى منكم الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس لكي يصلكم كل جديد أولا بأول. وقبل أن الفيديو كالعادة، لا تنسوا الصلاة على النبي.